وفي الآخر لقيت الداي قالت لي إنه كذب عليكي والولد اللي ولديه لساته عايش يا سهيلة، بس ما بتعرف لوين أخذوه. محمود دكتور دكتور تعال شوفه، ما عم ياخذ نفس دكتور، عم يخشي الله يخليك. ماما ما هيك دكتور؟ محمود رد علي، اتركني ما عليك محمود، طولي بالك الله يخليكي، طولي بالك وحدي الله يا خالد. يوسفي يا محمود، ملك عارف وينك؟ شو ما في حدا هون؟ مرني يا بيك. ملك وينه؟ ملك بمزرعة كوزي أغلو، وأنا بدي استأذن منك يا بيك، بدي أحضر عرس واحد قرايبي إذا سمحتوا لي. طبعا فيك تروح، والشباب كمان كلهم معزومين إذا ما عندك مانع. مو مشكلة عارف، خلص فيكم تروحوا كلكم. شكرا كتير. أمير بيك خلصت شغلي، اجيت لسلمك التقارير. خالتي؟ أمير العمر إلكم، تعال أنت وملك فورا، لازم تحضروا الجنازة بكرة. أمير بيك شوفي، أمير شبك شو صاير؟ جوز خالتي توفى. العمر إلك. اشرب لك شوية مي. لازم روح فورا. حوينته كنت صغير وقت اللي مات أبي، هو اللي رباني، هو اللي علمني وساعدني لوصلت لهون، كان مثل الأب. اللي بقدر ساعدك بشي؟ ملك بالمزرعة عندكم خليها تجي. اي طبعا. حسام بيك كيفك؟ تمام. ابو علي بعت لك سلام خاص. الله يسلمك، وانت كمان سلمي عليه بخاطركم. يلا بالاذن. يلا بالاذن منكم. الله معكم، لا تطولوا علينا. ها ان شاء الله. بابا توفى جوز خالته الامير، لازم اخذ ملك ووصلها على المزرعه. شوفي يلي بيشوفكم بفكر ميتلكم شي حدا. امير توفى جوز خالته. لا شو هالحكي هذا، الله يرحمه. هلا اكيد رح يتكركبوا كتير، لازم نحن اللي نعمل لهم الاكل، يعني لازم نوقف معهم بهيك اوقات. طيب العزا وين بدهم يساووا؟ ماما طولي بالك، بالاول لازم اوصل ملك وبعدين انا بسالهم اذا لازمهم شيء. عاصي انت اللي رح تقومي بالواجب بالنيابه عني، واذا لازمك شيء خبريني. ماشي. تلقي مني. ملك انت كتير قريبة من القلب، نحن كأنه نعرفك من زمان. زيارتك طويلة هون ما؟ ملك؟ نعم. أخوك بده ياكي.
شو بده؟ شو في؟ عمي، عمي محمود بقي بحياتك. كان هو مثل أبونا وأكثر، هو اللي ربانا، هو اللي كبرنا. طولي بالك. بابا عمل ملك بعرف يا بنت لما رأيكم أنا الله يصبركم. الموت ما منه مهرب يا بنت، طولي بالك وحاولي تهدي شوي لأنه أكيد ما كان بيحب يشوفك وانتي بهالحالة هاي. إذا بتريد الله يخليك ما عليك تسمح لعاصي تروح معي. شو هالحكي؟ طولي بالك، شو كنتي راح تقدري تساوي لو كنتي معه؟ ملاك؟ خلص حبيبتي. روقي، أكيد طالبيني مشان الجنازة. أيوه، أهلين. يلا تعي، بدنا نحضر شوية أغراض. إلك ولأخوك. ما بدك تساعديني؟ بدنا نسافر هلا ما هيك؟ الحمد لله انك جاي معنا. يلا تعي نروح على الغرفة. لا، الجنازة باسكندرون. اي نعم، هلا الشباب بيبعتوا لنا عواد. طيب، أنت لازم تهتم بموضوع الحجوزات والمطار. كيفا؟ تعبانة وعم تبكي. كانت تحبه كثير وهي الوحيدة اللي كانت بتفهم على عمي محمود. عاصي؟ جاية معكم. لازم يكون في حدا معك.